على الهاتف السيد اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق. سيادة اللواء اهلا وسهلا بيك معنا في الحياة الآن. اهلا وسهلا، اهلا حضرتك. تفاصيل اكتر يا فندم، انتوا الحي المسؤول بالتأكيد عن هذا المكان، وتفاصيل اكتر يعني تم يعني اخلاء العقار من 15 يوم، ليه الاسر كانت موجودة داخل العقار حتى اليوم؟ تمام يا فندم، هو العقار مكون من حوالي 35 اسرة، هو 7 ادوار. في يوم 20 جات لنا بلاغ ان في عقار قايل للسقوط، تم انتقال الاداره الهندسيه للمكان ومهندس المنطقه عين المكان، حول حاله العقار للجنه هندسيه باشراف كليه هندسه جامعه الزقازيق، لجنه المنشات الايله للسقوط اسكندريه، قصدي معلش اسكندريه، فبرئاسه احد الاساتذه في كليه هندسه جامعه اسكندريه، فعينوا المكان حضرتك وادوا قرار بترميم العقار من الدور الاول للدور الخامس وازاله الدور السادس والسابع. يوم 21 تم اجراء محضر باسم شرطه سيدي جابر بهذا الكلام، وتم التنبيه على السكان باخلاء المكان فورا لخطورته، وفعلا استجابت اغلب الاسر في العقار، وفضل 2، واحد في الدور الثاني وواحد في اسره في الدور الثالث. طيب يعني انا مع حضرتك يا فندم، حضراتكم اخليتوا المكان او اعطيتم الامر باخلاء المكان من 15 يوم، هل تم توفير البديل في الوقت ده؟ 21 حضرتك سامعني يا فندم، هل تم توفير البديل في الوقت ده فبالتالي الاسر تترك العقار وتذهب الى مكان امل بدلا من الشارع، ولا ما كانش فيه بديل؟ كان الاخلاء اخلاء اجباري لخطوره المكان، جميع الاسر استجابت لهذا المكان، لهذا ما حدش اتقدم لينا كحي او كمحافظه بان هو عايز سكن بديل، ما حدش اتقدم. يا سياده اللواء، هو مش حضراتكم لما بتخلوا يعني اهالينا من الشقق يعني والعقارات، بنخلي لما بنيجي نخلي عقار بنشوف الاسر المتضرره اللي ما عندهاش مكان اخر وبتقدم لينا على طلبات، بنجيب مساكن ايواء ليها وتقعد فيها حضرتك، مساكن طيب خاصة على مدار 15 يوم يا فندم، هل تم متابعه الاسر اللي كانت موجوده داخل العقار ولا لا؟ ما حدش تقدم بطلبات لان هو يسكن في مكان اخر في المحافظه. يا فندم حضراتكم اعطيتم الاوامر بشكل مباشر للاسر انها تترك، فالترك يكون اجباري، ففي اسرتين كانوا متواجدين داخل العقار. تمام. ليه تم تواجدهم داخل العقار وما تمش الاخلاء اجباري؟ لو ما عندهمش مكان اخر يتم توفير الاماكن من المحافظه. ولم يبلغونا ان ما عندهمش مكان اخر حضرتك، وما اعترضوش، هم قالوا احنا مش هنخرج، يعني بلغونا قالوا احنا مش هنخرج. طبعا اللي بيبلغ الكلام ده كله اسم الشرطه. ما هو مع كامل احترامي يا فندم، احنا في اجواء شتويه نوعا ما خاصه في الاسكندريه، ومش هيطلعوا في الشارع، يعني مش هيباتوا في الشارع. ايوه ساعتك هم ما تقدموش باي طلبات ولا جم الحي على اساس ان هم عايزين مكان اخر للايواء ليهم. طيب نتكلم على مسلسل العقارات المهدمه اللي موجوده في اسكندريه واللي بنطالعها يعني اولا باول، تعتبر الاسكندريه اكتر مكان في الجمهوريه كلها بنتابع فيه هذه الجزئيه، حلها ايه من وجهه نظر حضرتك وحضرتك رئيس حي؟ تمام يا سعادتك، احنا كل عقار بيتبلغ ان العقار فيه خطوره او خطوره داهمه بيتم الانتقال اليه، وبتعمل اجراءات حاسمه وسريعه لمعاينة العقار، ولو كان بياخد إخلاء بنحاول نخلي فيه. بالنسبة للأسر اللي بتبقى مقيمة فيه لو ما عندوش مكان آخر بنوفر له مكان في خاص بالمحافظة في مساكن موجودة بينتقل إليها، وسعادتك بيتحدد هذا العقار وبنقوم على إزالته. بالتأكيد ملف انهيار العقارات خاصة في الإسكندرية ملف مهم للغاية، هنتابعه مع حضراتكم بمشيئة الله في التغطيات الإخبارية القادمة. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق الإسكندرية.